النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاء للتطوير العقاري. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق المملكة، واستمرت درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن خلال الأيام القليلة القادمة تحديدا اعتبارا من يوم الجمعة يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا مع اقتراب لكتلة هوائية حارة من شرق المملكة تكون تأثيراتها غير مباشرة على الأجزاء الغربية من المملكة. تعمل على ارتفاعات على درجات الحرارة تصبح الأجواء حارة مجددا وأعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط والعراق وشمال الجزيرة العربية من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت على سواحل سوريا، أجزاء من سواحل لبنان، أجزاء من فلسطين وأجزاء من شمال المملكة ووسط المملكة، هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية خلال ساعات الصباح الباكر، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وسادت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس تستمر درجات الحرارة حول أقل عفوا من معدلاتها لمثل هذا الوقت العام. طقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار يكون مائل للبرودة خلال ساعات الليل، لكن اعتبارا من يوم غد الجمعة بإذن الله ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، بسبب اقتراب لهذه الكتلة الهوائية الحارة من شبه الجزيرة العربية باتجاه الأجزاء الشرقية من المملكة. يوم السبت تستمر درجات الحرارة أو تواصل درجات الحرارة ارتفاعاتها لتسود أجواء حارة بشكل عام في عموم مناطق المملكة، مع اقتراب لهذه الكتلة الهوائية الحارة أكثر نحو المملكة وتمركزها إلى الشمال الشرقي من الأردن وأيضا من البادية السورية، حيث تسود أجواء حارة بشكل عام خلال ساعات نهار يوم السبت شديدة الحرارة في منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة. لكن اعتبارا من يوم الأحد تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة، تنخفض قليلا درجات الحرارة خلال ساعات نهار يوم الأحد، لكن تبقى حول إلى أقل أو أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. يسود طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية، لكن يبقى شديد الحرارة في المناطق المنخفضة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام، 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 20، الرطوبة مرتفعة حوالي 90%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم السبت 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 23 درجة مئوية، تنخفض قليلا يوم الأحد لتسجل 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 22 درجة مئوية، وتواصل انخفاضها يوم الاثنين لتسجل 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. أستعرض الآن وياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية ليوم الجمعة. نبدأها من المنطقة الشمالية حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، المفرق 35 إلى 23، إربد 33 إلى 22، جرش 35 إلى 24، وعجلون 31 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 35 إلى 24، البلقاء 33 إلى 22، عمان 32 إلى 22، ومأدبة 33 إلى 22، والبحر الميت أجواء حارة 38 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 32 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء صافية، الطفيلة 31 إلى 22، معان 34 إلى 25، الشوبك 29 إلى 21، والعقبة أجواء حارة 40 إلى 29 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، رويشد 38 إلى 26، الصفاوي 38 إلى 25، ونفس الأجواء والحرارة في الأزرق. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية،
والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.